استاذ رشدي عميد تاع المحامين في تونس يقوم بزياره الى المغرب، يعني دار لكم واحد زياره مجامله، اش تقول لنا على الزياره تاع العميد تاع تونس محامين تونسي؟ كنشكر اولا انفاس على العنايه الخاصه اللي كتعطيها الامور اللي كتهم المغرب، خصوصا في هذه الظروف اللي كيعيشها المغرب ديال الزلزال. الزياره ديال النقيب هيئه المحامين، هو عميد هيئه المحامين بتونس، في اطار العلاقات الاخويه التي تربطنا بعدد الزملاء في تونس، وجاء باش يقدم العزاء للمحامين بالدار البيضاء والشعب المغربي بعد ما صيفط واحد الرساله. وهادشي كيدخل في اطار العلاقات، تقويه العلاقات الاخويه اللي بيننا وبينهم، لان انا عندي علاقات مع الزملاء في تونس منذ قدام. وهنا جاء باش يبرهن على انه كاين علاقات وديه واخويه بين المحامين التونسيين والمحامين المغاربه. وخير دليل على ذلك انه سيستقبل من طرف الاستاذ موافق نقيب هيئه المحامين بالدار البيضاء، اللي يعبر له على نفس الشعور. وهذا الشيء كيمشي في اطار العلاقات اللي خصنا نبنيوها مع جميع الحقوقيين في المغرب العربي، قصد بناء دول ديمقراطيه عربيه، باش نخرجوا من هذه الوضعيه المؤلمه اللي كيعيشها العالم العربي.